برافو عليك. ده انت تاخد بالك الجمعيه الامريكانيه برضه لفتت واحد على طول. مرحبا الصوت مسموع هنا. اهلا بكم ومرحبا وسعداء بكم شرفتونا وسعيد ايضا بوجود اخي الاستاذ ابراهيم شعراوي. وانا الحقيقه نسيت خالص يعني بحكم السن بقى انا اترجم القصيده بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام بفريتشا بس اقولك تزكي نعم معلش. لكن معايا قصيدة تانية قلتها بتكريم الأستاذ إبراهيم شعراوي في نقابة الصحفيين مساء الأحد 21/7/1991 بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب أدب الأطفال ونقطة استحقاق. قلت بقى ليلتها ونو بنادم جرمي يروجينا توجا بنيمي أيلينا نوبا توديا ونو بنادم جرمي يروجينا توجا بنيمي أيلينا نوبا توديا نوبا سما الماي لاغنان ونجيبولو مدينا وي نوبا سما الماي لاغنان ونجيبولو مدينا نايقولي سينيك سنة إبراهيم شعراوي كم كتاب الكمونة كنا مصري قرر البسا إجدونا فقوة لرجنا فقوة مسروة لرجنا وتزرع يترشنا يوبا سما المال لا غنى ونجيبولو بمدنا نايقولي سينيك سنة إبراهيم شعراوي كم كتاب الكمونة كنا مصري قرر البسا إجدونا فقوة لركناي فقوة مسروة لركنا قطو زرع جوتو الشنا ده قول لي حي يا سلام. نعم كيمة شعبية ده قول لي حي يا سلامنا الرئيس جلين نجلين جولايا كيري قبال كنترونا كيري قبال نوت الجائزة التشجيعية طبعا أجل في رين الكلى لأنه كان عن العلم طبعا أجل في رين الكلى فقير جامن إمامنا تلسري هيراننا جمن ارتنوتو للجدا قالت اويت التون ترى بقى في التون ترى أما جزء قريتي كان أسرت روح أفريتي كان كرامك بوتك السنة ونكيتو من جو كاني وطن بيري فرقو كاني نوبيك كاويد الليا أسد الدشاهي جمكا قرر سريستي بوكني زرافة من الليا ما زلنا قالك فايكني تو قرية في قرر كني على جد لكم مشدوكنا أدي نوبالين ووكر كني شوب شوبة دمك كني دي لو يكون جير جونا وروينا بيرك الندى في كوي غيام من دوكنا دو راكا تيرغون كيرونا ونو بنادم برمي يروغينا توغا بنيمي ايلينا نو بطوريا باختصار عشان نكسب الوقت مع الاستاذ ابراهيم شعراوي واكرر الشكر لكم والى لقاء اللقاءات كثيره.